اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، والتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. شبه الكثير من الناس من المتابعين في كل انحاء العالم ما جرى في كابول يوم 15 اب 2021، بما جرى في سايغون في فيتنام عام 1975. شبه الانسحاب الامريكي من السفاره الامريكيه في كابول في هذا التاريخ 15 اب 2021 بما جرى من انسحاب من السفارة الأمريكية وهروب من السفارة الأمريكية في سايغون عام 1975. كانت المروحيات الطائرات الهليكوبتر تنقل أتباع يعني الجنود الأمريكان وأعضاء السفارة والمتعاونين الأجراء لدى أمريكا من سطح السفارة الأمريكية في سايغون، وهذا ما حصل أيضا في كابول. أيضا نقلوا من سطح السفارة الأمريكية في كابول ونقلوا من المطار في كابول. ليلة تحرير سايغون أعيدت وقائعها الحقيقة، يعني ليلة تحرير سايغون عام 1975 أعيدت وقائعها في كابول عاصمة أفغانستان يوم 15 آب 2021. ذكرت كل الأمريكان، ذكرت أمريكا والعالم بالمغامرات الطائشة والخائبة لأمريكا في أكثر من دولة بالعالم. طبعا سبق لبايدن هو يستمع إلى مقارنات بين فيتنام وأفغانستان والهروب هنا، الهزيمة هنا وتكرار الهزيمة ربما هناك، كان يستمع إليها وكان يقول طالبان ليست بقوة جيش الفيتنامي واحتمالية قيامهم، كان يقول قبل 15 آب 2021، واحتمال قيامهم بالسيطرة على أفغانستان مستبعدة تماما. طبعا هذا هو الوهم، هذا هو قلة الإدراك وقلة الوعي وقلة معرفة أمريكا بالشعوب وقدراتها وثباتها على المقاومة وقدراتها على التضحية. نفس المصير الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في ذلك الوقت في عام 1975 وقبلها بقليل قال نفتنم الحرب، بمعنى نجعل الحرب فيتنامية وينسحب، وبدأ يقلل من أعداد الجنود الأمريكان في فيتنام الذي دخلوها عام 1964 وخرجوا منها عام 1975. دعا السنة من الويل والخسارة والدمار الذي تعرضت له أمريكا، وطوال هذه السنوات طوال عقود عديدة تحاول كل الإدارات الأمريكية وكل أجهزة الدعاية والإعلانية أن تمحو من الذاكرة الشعبية الأمريكية تلك الهزيمة النكراء التي وقعت في فيتنام. ريتشارد نيكسون قال نفتنم الحرب لكن هذه لن تنفع، جيش فيتنام الشمالي استطاع أن يجتاح كل المدن ويذهب إلى سايغون، من هانوي إلى سايغون، ويحرر سايغون عام 1975 وتهرب أمريكا ويهربون من سطح السفارة الأمريكية في سايغون، وكل المتعاونين هؤلاء الأجراء مثل ما شهدنا في كابول هربوا معهم، والذي بقي يعني كان مصيره مصيرا آخر. فبالتالي هذا الذي حصل، أمريكا يعني ذاكرتها ما زالت تئن تحت وطأة تلك الخسائر التي قدمتها في فيتنام. في فيتنام طبعا هم يقولون صرفنا ما يعادل تريليون و17 مليار دولار بالوقت الحالي، ما يعادل صرفه في ذلك الوقت خلال 11 سنة، ويقولون احنا صرفنا في فيتنام في افغانستان نحو مليار دولار او اكثر من مليار دولار لاعداد جيش وقوة امنية وميليشيات وتسليحة واسلحة، وهذا طوال 20 سنة من عام 2001 دخلوا في احتلوا افغانستان، وعام 2021 خرجوا من افغانستان مدحورين مهزومين مثل ما حصل نشاهده في هذه الايام اللي شاهدناه. طبعا في الامريكان خسروا في فيتنام بالمعدات، دعني أقول لكم في المعدات، أولاً خسروا 4900 طائرة هيليكوبتر، خسروا 3700 طائرة مقاتلة، الجيش الشماليون
استولى الشماليون الفيتناميون الشماليون استولوا على معدات وأسلحة تقدر قيمتها ب 2 مليار دولار بعد ما انتصروا وحققوا الانتصار. الأمريكان خسروا نحو 68 ألف قتيل، خسروا 150 ألف جريح ومعوق معوقين، خسروا 150 ألف جريح معوق، خسروا 850 ألف جريح ومريض نفسي وهكذا، وخسروا أيضا 50 ألف جندي هربوا من الحرب من ساحات الحرب. طبعا حثت خلال تلك السنوات حوادث كبيرة من عصيان جنود تعصب قادتها، قتل لضباط، أكثر من 100 ضابط أمريكي، أكثر ربما العدد، قتلوا في تلك العصيانات، كانوا يعصون الأوامر لا يريدون أن يقاتلوا، وبالتالي هربت أمريكا وانتهت وسجل عارا في تاريخها وعادت مرة أخرى في أفغانستان. القضية ربما البعض يقول أن التاريخ يعيد نفسه، لا يعيد نفس التاريخ، لكن ربما الأحداث بهذا الشكل قد تؤكد على عن جهية هذه العقول وعلى العقول الاستعمارية التي تحاول بالآلة العسكرية بقدراتها العسكرية والاقتصادية بسطوتها على العالم أن تخضع العالم لها مثل ما تريد. هكذا فعلت، دخلت إلى أفغانستان عام 2001 أمريكا متهمة أفغانستان بالإرهاب، دولة ضعيفة، شعب ضعيف فقير لا يمتلك شيئا، دمروا الكثير منه، قتلوا الكثير، اعتقلوا الكثير، نقلوهم إلى معسكرات خالوا منها غوانتنامو، وهكذا عبثوا بالبلاد عبثا كبيرا. لكن ظلت طالبان مصر على مبادئها، مصر على مقاومتها، 20 سنة تقاومهم إلى أن وصلت إلى اللحظة التي حررت فيها أفغانستان، بغض النظر عن الرؤية لطالبان، بغض النظر عن الرؤية اللي يطرحها البعض ويدعي أنه أمريكا كذا وكذا وتستطيع وتقدر، لكن واقع الحال يؤكد أن أمريكا أصيبت بهزيمة، والهزيمة هذه درس كبير. نحن نتحدث عن هذا لأن لنا علاقات وروابط بما يجري، بما جرى في فيتنام، بما جرى في أفغانستان، لأن العراق تم احتلاله عام 2003، ومن احتلته هي أمريكا وبريطانيا، وهذه القوى نفس القوى التي ساعدت أمريكا والتي وقفت معها في فيتنام وفي أفغانستان، هي نفس اليوم وقفت مع في عام 2003 ومن بعدها 18 سنة مع العراق، نفس المنهج، نفس العقلية، نفس التصرفات. ربما كان النموذج الفيتنامي الأقدم كانت فيه أخطاء حاولوا تصحيحها، بالتأكيد درسوا حاولوا تصحيحها في أفغانستان عام 2002، لكن هذه التجربة أثبتت أن فيها أخطاء كبيرة، لا يستطيعوا، عدم قدرة على إدراك الوضع، عدم قدرة على فهم الشعوب، وعادت مرة أخرى في عام 2003 واحتلت العراق وكررت نفس التجربة في أحدث احتلال لها. يعني هذا النموذج الأحدث في العراق، لكن التجربة كانت بائسة وكارثية بكل معنى الكلمة. هذا ما حصل الحقيقة. سنتحدث عن هذا الربط مع العراق، وهو هذا المهم، هذه القضية المهمة في هذه الحلقة. ربما سلطنا الضوء على ما يجري في أفغانستان وعلى ما جرى في فيتنام والمقارنة بينهم، لكن في الحلقة القادمة سنتحدث عن دلالات ذلك على الساحة العراقية. يعني ما الذي يجعل الساحة العراقية الآن تنظر بعيون مختلفة، عيون مترقبة، عيون خائفة، عيون جزعة، وكل هذا عيون فيها أسئلة كثيرة إلى ما يجري في أفغانستان. ألتقيكم في حلقة أخرى وسأجيب على كل هذه الأسئلة. إلى ذلك حين أستودعكم الله، والسلام عليكم.